مساء الخير من جديد، مكملين معكم بفقرة الموضة والأناقة مع ملكة الموضة والأناقة مها كياني. مساء الخير حبيبتي. مساء النور، كيف حالك؟ شو أخباركم أنتو؟ شو هالحلاوة اليوم؟ مساء الفل والذهبي. ذهبي ملعلت. إيش نحكي اليوم؟ اليوم حكينا بهداي الحلقة القبل حكينا عن موضة الخريف 2019 للملابس. اليوم رح نحكي عن جزء من الأكسسوارز أو الأكسسوارات، وما رح تكفي الحلقة لأنه الموضوع كتير طويل، فرح نقسمه على جزئين بصراحة. ممتاز. أوكي. رح نبدأ أولاً، رح نقول إنه الطابع العام كان لكل الديزاينرز، كان تقدر تقولي اعتبروا إنه اللبسة بالخريف لا تعتبر كاملة إذا ما في طوائي. صح. فهلأ يعني بدنا نشوف السلايدز الطوائي ونعلق. يلا. قبل ما نعلق بدي أعلق على إشي تاني، جربت قد ما بقدر احط لكم وجوه مبتسمه او اتليست وجوه طبيعيه. جد ايش معنى؟ يعني مش عارفه لما نشوف نبدا مثلا الحلقه بهذا الوجه. انا عملت بتسم البدن. بتسم البدن. الصراحه يعني هي لوي فيتون اول صوره. عملت، اضطريت اعمل ريسيرش انه لاي درجه الموديل لازم تكون مكشره. هلا هم ما بيحبوا المودلز على الرنوي ان جنرال انها تكون من شكحه ومبسوطه زياده وهيك، عشان ما تاخذ الاضواء عن شخصيه الديزاينر باللبسه اللي هو حاططها. نفهم. بس برضو انا برايي المتواضع جدا، ويمكن هذا رح يخالف راي الديزاينرز والناس المسؤولين عن الشوز والى اخره، بس انا رايي الصراحه كتر الكشره والتعبير السلبي على الوجه غصب عنك ما بتحب القطعه، بتلفت الانتباه على فكره، بتصيري تلفت الانتباه لشخصيتك ولوجهك اكثر من يعني صرنا منتبهين على وجهها. يعني انا هاي ما شفت الطاقيه، بعدين انتبهت للطاقيه اول شيء استفزتني. والدليل انه يمكن وجهه نظرنا في منها نوع من الصحه. صح. انه احلى رنويز بالعالم، احلى كات ووكس تاعون فيكتوريا سيكرت اللي هم المودلز ناهيك عن جمالهم، ابتسامة وشكل طبيعي، بس مضطرين نقول انه هيك الترند مضطرين نمشي معه. فبدي اوجه الكشرة الموجودة بالصور، جربوا تجاهلوا الكشرة. طب الطوائي برضو مش حلو. الطوائي برضو موديلهم مش زولا بود، بس الفكرة هلأ هم مرات زي ما شرحت لكم قبل عرن وبيبالغوا بالموديل. مش ضروري انه انت تاخدي الموديل نفسه. أوكي. بس هم بيجربوا يوصلوا لنا ترند. الترند انه الطوائي كتير موضة لخريف 2019. حاجة. اوكي. سان لوران تاني واحد عامل برضو مسكر، ستيلا ماكارتني. هاي الطاقية من سلين حلوة كتير. حلو. انا هدول بحبهم كتير صراحة، وبلاقيهم بالشتاء وبالخريف حلوين وبنلبسوا كتير. انا من الناس اللي بحبهم كتير لانه راسي حساس كتير. انا راسي حساس وبحمم شعري كل يوم، فاذا بطلع وراسي مش مسكتم بالطاقيه بصير عندي وجع راس بصراحه. فمبسوطه انهم ترندينج وموضه عن 2019. اوكي. عم بورجيكم انه الاشكال متعدده وعم تضحك على اي وحده بالنص. ذكرت تشارلي اند ذا تشوكليت فاكتوري. شوفي الاخيره واليس ان وندرلاند وهاي الاشياء كلها. يعني مش قادره ادافع عنهم من وجهه نظري. يعني ما اعرف شو انا، بس اوكي انا اوكي خلص الموضه طوائي. اوكي اوكي نشوف السلايد اللي بعدها بليز. اوكي هون صرنا حلوين. رحنا على موسكو، رحنا وين ما بدك بس حلوين. شايفة؟ مثلا فندي عاملين هاي الطاقية، أنا بلاقيها هي very nice. يعني حلوة صراحة للشعر الطويل، حلوة للدينين بتسكر وبتعطي لوك حلو. ديور سان لوران عاملين النصانية كتير حلوة. It's really nice. اسمعي I'm not sure if it's Dior. I think it's Dior actually. كتير okay. حلوة بس. وآخر واحدة كمان أنا برضو حبيتها كتير. لا كلهم حلوين هدول. هدول المعقولين لأنه الكشرة مش موجودة كتير كمان. بقولك it reflects فبتصيري حساها مقبولين. صح. أوكي نشوف السلايد اللي بعده بليز. في موضة جديدة رح تكون بدنا نعتبرها نوع من الاكسسوار اكثر من ما انها مش نوع من الهبل. شوفي لورينا ما بصير انا استعمل كلمة هبل بالموضة. يعني انا هذا شايفته للكوينز للصرافة. اسمها The Itty Bitty Bags. اسم على مسمى فعليا قد يكون استعمالهم يقارب الصفر، ماكسيموم تحطي في مفتاح سياره بس تتصوري فيهم. أوكي. او الفراطه هذول بس بيعتبروهم كنوع من الاكسسوار. وراح تشوفي هلا من الصور كيف انهم حتى على البوتس استعملوهم. حلو. اوكي فاذا بنروح على الصوره اللي بعدها بليز، شوفي حتى على البوتس من برادا عاملينهم على طرف البستار. اي وود سي شكله ينبهوا انه موضه وترند كتير. شانيل هدول قولي البيلت باجز ولا وات ايفر، بس تطلعي على الـ على الـ على الورا
الشنطه رح ترجعي تشوفيها الاتي بيتي باج هذيك ملزقه على الشنطه الورانيه. قلت لك هم كمان فعال قد يكونوا بلا منفعه. لا بلنسياجا لا 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 هلا مكياس منها جزدين حلوه. هلا بدنا نحكي عن الشناتي الحقيقيه اللي رح نقدر نحملهم ونستفيد منهم هذا السيزن. الشناتي طغى على اللوك العام الشنطه الفلاب اللي إلها تسكيره بتطبق من قدام وصار اللوجو صغير بمتل بسكر التسكيره. حلو. فرح تنتبهي هلا كثير من دور الازياء حاطينهم. اذا بدينا حكينا عن فراغامو عاملين الشنطه اللوكس طبيعيه للشناتي صراحه. ثاني وحده مثلا من بيربري دولتشي غابانا برضه بس اللوجو تبعهم هيك على الكلمسة. نشوف اللي بعدها. انا كترت صور لاني صراحه مش قادره اختصر قد ما هاي السنه حلو الموضه خرج انها الناس تشوفها وتقدرها. اوكي جوتشي زي ما شايفين كلهم نفس الفكره هون فيرساتشي هون فالنتينو هاي فيرزاتشي جد؟ هلا برجيك الفالنتينو الفي إلها من فوق شو اسمه؟ يختي الفندي يختي والفندي نفس بس ألوان الشنطات يعني حلوين لحظة ألوان فيك أنت بتكيفي على الألوان. هاي فالنتينو هاي فالنتينو بتجنن يا ريتنا تشارطنا. لا ما رح أتشارط معاكي بدل ما بدي أتشارط معاكي. هلا بالمان كمان عامل نفس الفكرة حلو. وأول وحدة دير لونها حلو بلبع كثير اشياء. شوفي حتى لو حسيتي حالك لابسه الوان سوليد كولرز الوان موحده غامقه تقدري تحملي لون شنطه حلوه بتحسي اللوك كلياته صارت صح. صح. انا بس البس دائما فين بحب اروح دائما بشنطه بتحبي الالوان بالشناتي بحب الالوان فيري نايس nice. نفس الشيء هياتو ديور عامل هاي جيفانشي عامل نفس الشيء الكليب كل الديزاينرز تقريبا. انا يعني بدي اختصر لكم انه كل الديزاينرز عاملين لوكت مش اللوجو افري وير على على الشنطه صارت بالتسكيره وبالكليب تبع احلى شيء حلو مش كبار كثير اذا لاحظت حجمهم لذيذ. برافو عليكي. البوينت المهمه كثير بشنطه شنطه الايد خلينا نسميها سايز ها هاي السنة طلع فيه طبعا السايز الكبير بس هو بتكون على الشنطة الرخوة كتير على الشناتي الجلد على الأغلب رجعنا للميديوم سايز بيلتس إلا الإتي بيتي السخيفين هدلاك أكسسوار أنا كتير بحبهم صغار كتير بتحبي الحجم الصغير مش لا لا مش كتير صغار هذا الحجم الطبيعي كتير بلبس منهم كلاسي بحسهم راقية وحجمها مناسب لا صغيرة كتير ما بتستفيدي منها لا كبيرة كتير بتضوجك وبتتقلي. هلا إلهي شو هذا يا الله شنو اليوم الماضي مش موفقة كثير معكم شوف خبرينا هلا بدي ادخل بشيء يعني بالتفصيل اللي هم نوع من الاحذيه اللي بسموهم الكتن هيل بالانجليزي. العربي مش عارفه شو اسمه هذا الكعب اللي بيكون كعب كثير قصير كثير صغير وبيقصر لا بيحل الاجر كثير بيقصر يعني حلقه نم اليوم لا بيحل الاجر ولا بيعطي طول ولا بيعطي شياكه مو حلو هاي السنه ترندينج 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 الكتن هيل متاسفه منكم كلياتكم ما رح البسه ولا بس ما رح نتضايق ليش لانه الموضه كثير واسعه بالاحذيه ان سبيسيفيك والبوتس فمش في تنوع ابدا في عنا تنويع مش مضطرين انه الحمد لله نحط عليه. الموضه كثير بالكتن هيلز يكون عليهم باكلز يكون عليهم زي ما شايفين تشينز حلقات اكسسوارز شوارفسكيز كثير عم بسموها هم بعالم الموضه يعني اذا بدي اقربها كثير عم بزوقوا الحذاء اوكي عم بزيدوا عليه الاكسسوارز الباكلز على الجانب دائما رح تنتبهي انه في عليه مزوزق مزوزق اوكي انا ما بحب يكون مزوزق عن جد ما بتحبيه لو انه الكعب مقبول بنقبل الزوزق بس كثير بشع مزوزق كثير كثير بشعين بشعين مش قادره تجاملي حتى لا 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 اوكي مش نايمه منيح اليوم يعني ابدا يعني الاسود من عند لورينا هذا اكثر واحد مقبول فيهم اوكي هلا الترند الثاني اللي هو برضه موضه كثير بخريف 2019 البلاتفورم. البلاتفورم تعني انه في عنا علي من قدام وعلي من وراء اوكي زي ما ملاحظين الكعب عريض سواء كان على صنادل بلبسوهم بفصل الخريف انا هاي الموضه ما بقتنع فيها كثير او كان على بوتس عاليين او على بوتس واطيين. فكره البلاتفورم هاي السنه من كل الماركات نازله قويه كثير وترندينج كثير يعني حلوين للي طولهم مش كثير طوال هي لها لوك اذا بتلبسيهم صح مضطره اقول انهم بيطلعوا حلوين مش زي الكتن هيل النو واي يطلعوا صح جد يعني ممكن يلبسوا يطلعوا حلوين ممكن كثير يلبسوا ويطلعوا حلوين حلو. اوكي نشوف الصوره اللي بعد بليز بنشوف هلا موضه اللي هم زي البساطير خلينا نقول اوكي بحبهم هدول وانا كثير اولا مريحين
ثانيا فيهم بيعطوا لوك وستايل، يعني لو لابسه جينز وتي شيرت وبسيطه لبستك ولبستي هيك بوتس ايميديتلي اللبسه صار لها عنوان. بس صح. زي الثاني كثير بدفش الرجل بعملها كبيره، يعني اللي بتصير القدم بس هدول بضعفوا كثير بحس عن جد. اذا بنلبس بطريقه ذكيه بالعكس قد يعطي يضيع التركيز عن الحوض ويصغر شكل الاجر، بس اذا بنلبس بطريقه مبالغ فيها زي ما حكيتي بضيع الطول وبدفش. مزبوط مزبوط. هو هذا الثاني اللي مش عاجبك من برادا فمضطرين نرضخ يعني شوي. سوري برادا تعتذر منك يا رزق، ما تعملوا هيك شيء مره ثانيه. هذا الحلوين الرين بوتس موضه كثير هاي السنه، عمليين كثير وصايره عندنا لما تشتي بتشتي بقسوه وبتصير عن جد انهم مفيدين لانه بتحمي اجرك واللابستي من اي مي وما بتزحلقيه وما بتزحلقيه وكثير عمليين. وانا بلاقيهم انه هلا بيعتمد الموديل قد ايه بدك اياه دفش ناعم وتأفر، بس ان جنرال انا بلاقيهم من الاحذيه الناجحه من البوتس الناجحين ومهمين بخزانه السته. كمان شغله اسمح لي وبالتلج كثير حلوين صح. وكمان شغله معها ازيدها انه دائما الرين بوتس من ناحيه الاسعار دائما هم الارخص. دائما لانه هم مش جلد بالضبط، فدائما بيكونوا الارخص. يعني حتى كثير بتقدر تشتري فيه بتشتري منهم كذا بتعملي فيهم ستايل بالضبط مرتبين فمفيدين. ملاحظه قويه. نشوف الصوره اللي بعدها بليز. الرابر سول الكعب المعمول من المطاط يا الهي برضه لا كثير مبالغين، يعني ما ضل إشي يحطوا غير انهم يحطوا ميك اب على الشوز. طلعي حطي لك الكحكيش من فوق ومن هون ابيض ايش في لورين اليوم الحلقه ما عم تكون سيريس ايش يعني مسخناها. لا هذول مش حلوين، هذول ما حلوينهم. انت حبيتهم معها؟ بحترم الديزاينرز اللي عاملين بغض النظر بس بغض النظر يعني بشوف اقول لك طريقه يطلعوا فيها حلوين. اقول لك الصراحه يعني مثلا هاي تاعت ميو ميو اول وحده اوكي تقدر تكون كيوت لو انه مثلا مش الكولون كمان لون وهي البرنت استو هارش والعريض كثير يعني انا متاكده انه بالحقيقه رح نلاقيهم بالشوبس بطريقه كثير انعم وكثير احلى ويرابل اكثر. بس اجين نوصل معلومه انه الكعب المطاطي موضه كثير لخريف 2019 حلو. اوكي نشوف الصوره اللي بعدها. الربط الربط وثم الربط، وانا بحب الربط كثير وبحسه بيعطي هيك رتب لوك حلوه لوك فيها يعني هيك فليرتي حلوه. لا ما هو لحظه شوي، انت ست لورينا حبيتهم هدول ولا لا؟ ما تقولي لي لا ما بحب الربط ما بحب الربط ولا شيء. لحظه ما بحب الربط ولكن الشوز بالنص بياخذ العقل. مش معقول كثير. واذا انتبهتوا حسب ديزاين حسب الشوز بيفرق طبعا مش كل ربط كثير مرتب. هلا بدي اقول لكم اياه كمان انه اخر صوره عندنا يعني مقدمه الحذاء مش كثير مبينه خلينا نقول موضه كثير كمان الكعب المربع حلو اوكي مش كله البوز مبوز موضه ترندنج كثير بس كمان الاضافه على الخريف 2019 انه البوز المربع مقطوش موضه كثير. انا من بعد ما قلت لي انه الكثير مبوز قدام هو بيطول بلبس صغيره اعتمدتي اهم شيء يطول عن جد. لا بس انا بحبه ما بحب كثير المربع. ما بتحبي المربع؟ عن جد بيقطش الاجر بس موضه اجل. هلا هدول الشوز ماري جين هم اسمه بكرين. الموديل اللي هو بتتذكروا هيك المدارس اللي هيك الفيري بروبر اللي لها ربط على جنب وهذا انا بحبهم. هدول موضه كثير وهدول بصراحه بيقدروا يكونوا يعني اول وحده مش عارفه اذا بنقدر نتجاهلها شوي. تاعت ميو ميو حلوه واخر وحده حلوه كثير اذا بنلبسه بطريقه صح وبطريقه مضبوطه يعني تمشي مع بقيه الاوتفيت بقدر تكون. انا برايي انها هاي بدنا نتفق انها هاي لوك معك. موفقه معك معك مع انا ما عجبتني كثير والسلفة كثير حلوه مريها اغرشي مريها اغرشي يلا خلص. هلا السوك بوتس او اللي هو البوتس زي الجرابات بيكونوا برضه ضلهم موضه كثير صار فتره موضه كثير. الناس بتحبهم لانه اولا بيعطوا مدى للاجر ما بينصحوا ما بيعطوا عرض وسهلين لانه بنحطه فوق البنطلون وبنحطه تحت البنطلون وعلى التنانير والفساتين برضه بيجمع كل شيء والله حسيتهم صح. اوكي نشوف الصوره اللي بعدها بليز. فشقنا الصوره اللي قبل اظن ولا لا في صوره قبل في صوره قبل نعتبر انه ما في صوره قبل مش مهم. لا في صوره فشقناها. الجاعد او الصوف او زي الخروف
تكستشر موضة كتير على البوتس والشوز هذا السيزن. اوكي برضو لا بس تذكرت جوتشي بس طلعوا السليبرز اللي بتحطيه من جوا كلهم بيكونوا نفس الإشي بس كانوا من جوا هلا عم بتفاقموا عم بيطلعوا لبرا حلوين هدول كانوا حلو بحبهم بعدها اذا بتتذكروا جوتشي بعد ما انشهروا وانشروا وما ضل حدا ما لبسهم سواء من جوتشي او من غير جوتشي طلعوا انه هذا كان اخر سيزن رح يستعملوا الفرو الحقيقي بتصاميمهم برامو. بعد ما غزوا السوق ما اظنش ضل فرو ما ضل خلصوا خلص لا الفرو كان مش خرفان لا اللي كانوا على المينك والفروات خلص رجعنا على الصورة قبل اوكي هاد كان بدي الفت نظركم على شيء مش عارفة بهاي الصورة اللي رح ترجع تيجي بعدين في شيء اسمه الفلير بلوك هيل بطل بس بلوك صار يطلع لبرا كمان شفناها. شوي برضه هذا كثير ترندينج بالفول 2019 حلو اوكي نمرق الصورة بليز الروكي الحمد لله هاي السنة موضة كتير أجت فترة كان مش موضة وأنا كنت صراحة للمحل أدور عليهم دوارة بإيطاليا وكانوا يقولوا لي they are out of fashion مش موضة ما منحبهم وأنا كنت دائما أستصعب لأنه إحنا زبايني وأظني إنه معظم الستات بالوطن العربي لأنه كتير منا ما بيلبسوا الواطي كتير الروكي بحل مشكلة بتكوني مرتاحة ومرفوعة وعالية يعني لابسة كعب بس مرتاحة فيه 100%. فأنا كتير مبسوطة إنه أهم دور الأزياء هاي السنة منزلينه ونازل بقوة وموضة كتير أنا بحبه وبالبقى لكل الناس وما تقولي ما بتحبي هذا بدنا نتفق إنه كلنا بنحبه الروكي لا أكثر صراحة. إشي بحبه الوجهي لأنه مريح, مريح بس ما بقدر ما بتحبي الشكل ما بحب كل ما أجي ألبسه ما بحسش إنه من إنه تكون لابسة روكي يمكن بس في روكي ناعم هاي السنة بتلبقي لي لبسة أوكي. هلأ شايفين رجعنا للأحذية اللي برضو بسموهم مش اللي من الخروف أنا هذا اللي عم بقولك عنه قلتي لي مش خروف هلأ قلتي لا الخروف هلأ قبل تعون جوتشي كانوا فرو ما كانوا خروف اللي جوا البرا اذا متذكره كانت فروه فروه شايفه كثير منزلينهم على موديلات مختلفه كشوز مش كبوتس حلو. عاده بنزلوا بوتس غريبين السنه بوتس وشوز هذا مبين زي اللي لابس العشب اللي بالبيت اللي احنا مسميه بالعاميه الحشيش وماشي صغير غيروا الجازوم بالفرنسي غيروا الصورة صور فنية اليوم لورينا صور فنية اليوم محطوطة للاعتراض هاي هم اكشلي اللي حكينا عنهم الفلير بلوك هيل رجعنا هون بالصورة موضحين عنا اكثر كثير حلو الارمس كثير حلو حبيتيه حلوين حتى كلوي از فيري نايس الناس بتسميه كلوي لانه بيحكوا بالامريكاني بس هو كلوي فرنسي كلوي بيكوز اتس فرنش اوكي رجعنا هون نحكي عن الـ عن اللوك الـ الـ من قدام البوز مربع ما هذا شوفي قديش عن جد بقطش الرجل كثير بتصير قصيره بقطش الاجر مزبوط بس تعرفي هو لما نفكر فيها احنا دائما بنفكر بحالنا في ناس اطوالهم تستحمل شوي تقصير على فكره في ناس بالبقلهم في ناس بالبقلهم بتصيري تشوفي صار فيها مدى زياده ولانه نمره الاجر بتكبر مع الطول بتصيري حاسه انه مش غلط انه نصغر من شكل الاجر ممكن صح صح فالتقطيش له فوائد في ناس ما بتحب انه اجريها مثلا بتكون 41 وهيك بتضبط بهاي القصات هلا بدي اقول لكم انه رجعنا زي ما كان بالربيع وبالصيف هاي السنه كتير ترندينج كانوا الويسترن بوتس او الكاوبوي بوتس رجعوا تكسس. على التكسس بوتس برضو اسمهم مزبوط رجعوا ترندينج كتير ضلهم على الخريف والشتاء تبع 2019 كثير بحبهم هدول اتفقنا عليهم هدول انا بحبهم خلص اوكي الحمد لله متفقين متفقين قوي اوكي شو هدول يعني انا بسميهم سيلي باجز اوكي اللي هم بيعملوا اشكال من الشناتي ناس تعتبرهم فيهم ارت كتير ناس بتلاقيهم كتير مزوزقين ناس بتلاقي فيهم فن انا برايي ما بحب كتير الاشكال هذا رايي بس هم موضه كتير هاي السنه موسكينو عامل منهم سيلين عامل منهم شانيل عامل منهم هم موضه للتصوير حلوين للتصوير حلو تصوري يعني فيها. شوفي يمكن تطلعي مكان تقدر تكوني حامله شيء تغيير تغيير لا حلوين للتغيير ففي منهم هيك وفي اذا بنشوف الصوره اللي بعدها اظن حطينا كمان صوره ها يعني اوه شو هذا ما هذا انه كلب صغير صغير يا الهي عم بقول لك بالغ شوي بس كثير بالغ هاي لابني رح هاي لابنك عم كيف عليها كيف عليها شايفه هاي على شكل صدفه على شكل هاي على صدفه حلوه معقوله لا صدفه تكون لطيفه كيوت نشوف الصوره اللي بعدها بليز
هلا بدي اقول لكم في اشيائين دارجين كتير بالخريف وشتاء 2019-2020 اللي هم الورود والبابيوني او الربطه الفيونكا. اوكي، فشوفي قد ايه داخلين. هلا هون انا حطيت مثلا برادا، حاطين شانيل، حاطين الورده، شكل الورده كتير داخل باكسسوارز على الاواعي او على برينتس اواعي الخريف. اوكي، حتى بكل الشعر وهيك كل شيء خلص بالغوا، بس انا اختصرت شوي بالصور لانه اظني كتير صار عندنا صور. نشوف الصوره اللي بعدها. بدي أورجيكم هون الورود كيف، وهون اللي حكينا بابيوني فيونكا واتأفر، الربط كتير 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 موضة وعم بستعملوه كتير. على هاي بدي أورجيكم من فرزاتشي، مورجينا إنه الحذاء هاي السنة زي ما شرحت لكم قبل ما خلى من الأكسسوريز. الأكسسوريز على الأحذية عم بتكون كتير كتير كتيرة. أوكي، شوف اللونين أحلاهم مع بعض. الفوشي على الأحمر، تذكري لما لبستينا فوشي وأحمر؟ حلو. مرة لبستينا فوشي حلو. حلو كتير طبعاً. غريب وحلو. هيا هون عم نحكي برضه نفس الشيء، الربطات، الفيونكات، الورود. مش قادرة اطلع الميك اب. بس الميك اب يعني مشان اكون هيك لبقات تنطفي شوي، شكل لبقات التلفزيون. طب الصوره اللي بعدها بليز. اوكي، نبعد عن هذا الميك اب اللي بعدها. الحلقه الجايه خلص الوقت، الحلقه الجايه بدنا نحكي عن ايش، عن الفوبيجو اللي هو الاكسسوارز اللي بنلبسها. اكشلي بما انه داهمنا الوقت كنا مشارطين انه ما رح يكفي، رح نحكي عن الصن جلاسز، نظارات الشمس. أوكي، رح نحكي عن البلتس، رح نحكي عن الاكسسوارز، الطوا، الاكسسوارات، الحلاق، سناسل، كل شيء رح نحكي عنه ان شاء الله. ممتاز. الحلقه الجايه. جميل جدا، شكرا لك كثير معك كالعاده، ابدعتي. شكرا لكم، وثقفتينا من ناحيه الموضه كثير هيك نعرف. صحيح انه ما عجبني ثلاث ارباعه، بس يعجبك انت اللي بقول لكم اياه. زي دائما على الرنوي ببين مبالغ فيه، لما تلاقيه بالشوبس رح تلاقيه متاخذ الموضه لاشياء عمليه وسهله. صح. والحلو فيها تنوع، يعني كل ست بتلاقي اللي بيناسبها. في شيء شيء ظابط هاي السنه بصراحه، ويعتمد على الستايلينج بالاخص. بس ثانك يو كثير معك. شكرا، تصبحوا على خير. شكرا لكم حبيبتي. ثانك يو.